نبدأ بتكريم شخصيات العام وضيوف الشرف. الفنان القدير أحمد بدير. تفضل سيدي الكريم، نورت كل الدنيا، حبيب الجماهير، نورت كل الدنيا. أحمد بدير تكريما وتقديرا لمحبته أولا لفلسطين ولكل الأعمال الفنية التي أبدع في تقديمها. الشاعر الذي ترك الوظيفة من أجل شعره ومن أجل فنه ومن أجل أن يجوب المسارح. الفنان القدير أحمد بدير يعتلي ركح مسرح الهلال الأحمر الفلسطيني. أعرف ما هو شعورك سيدي الكريم. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. شاعر ترك الوظيفة من أجل أن يقول كلمة الحق كما يشعر بها. شاعر هو أصبح في حد ذاته من أكبر الأسماء التي تغزو المسارح في كل العالم. الشاعر المصري هشام الجح. ممثل محافظة القدس أيضا، أهلا وسهلا. شاعر الجماهير، الله، السيد محافظ القدس نورنا، ممثل محافظ القدس نورتنا على الركح. من التمثيل إلى الشعر إلى الغناء، صاحبة الصوت العذب، الفنانة التونسية القديرة نوال غشام. مبروك نوال. في رقم سيارة 77-25-057. سيات ماذا بينا يغيرها. مبروك نوال. الفنانة المغربية التي وشحت هذا الركح بالقشطة المغربية، التقشيطة، التقشيطة، هذا اللباس المغرب من مراكش، صباح زيداني. مرحبا صباح. أيوة أيوة يا مغرب أنت. المبدع والفنان الكبير أيضا التركي فاتح كوجا. مبروك مرة أخرى. المصور المصري الخبير في عالم الصورة، صاحب كل الفنانين، الذي عاشق الكاميرا وعاشقته وأصبحت حكاية أسطورة، أحمد إسماعيل. مبروك أحمد. ندعو إلى الركح سيد آخر مكرم، النائب التركي السيد حسين فرجي. هو على الركح، ألف مبروك. وختامها مسك مع الإعلامية المتميزة المتألقة غداد محمد من تونس. الآن سنكون مع الشعر، سنكون مع الشعر، والشعر يحتاج إلى هدوء وإلى إصغاء وإلى كل الأذان حتى نستمع لذلك الصعيدي القادم من مصر ويحمل قصائده من مصر إلى فلسطين.